أنا تعبت عشان أحصل على هذا المعدل وبالآخر قاعدة في البيت حيران. أو عيلتي بسيطة، فبس أنا حبيت أبارك لنفسي لأني كتبت على قطعة من الخشب، هذه كانت تشهد على معاناتي في توجيهي، حل مسائلي عليها، دراستي عليها. بارك بارك يا دكتور، بارك. نعم صحيح والله، هم في بيت يعني ايش اقول لك يعني علي، الواحد مش حلوين ظروف صعبه للامانه يعني. بشكر كل من وقف مع بنتي سواء بالدعم المادي او الدعم المعنوي، وبارك الله فيهم. هي غالينا نجح دق طوب للهنا او السهره لحد الصبح. قبل ما تكون منحة نجاح كانت منحة فخر واعتزاز ببلد وبأهل بلد وشعبها ورئيسها دولار بالعالمين، بلد بنرفع فيها الرأس.